بدأت أعمال مؤتمر كورولوتاي لشعب تتار القرم في تركيا، والذي يشارك به الشباب التتار في جميع أنحاء العالم. الهدف الرئيس من المؤتمر هو تبادل الخبرات والمشاركة في إعداد وتنفيذ المشاريع. بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم، أصبح من المستحيل عقد مثل هذه الاجتماعات في شبه الجزيرة، ولهذا يعقد مؤتمر كورولوتاي في أنقرة بمشاركة 109 مندوبين من تركيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي وأوزبكستان. هدف كورولوتاي هو جمع الشباب الذين يعيشون في 15 دولة حول العالم. هذا العام طرأت بعض التغييرات على سياستنا، وقررنا أن كورولوتاي يجب أن يقدم مشروعا حقيقيا يمكننا تنفيذه. اقترحت مشروعين. الأول يتعلق بالخريطة التفاعلية لشبه جزيرة القرم، فهي تفتقر إلى الجودة. نود أن نجد أشخاصا يساعدوننا لتحسين جودة هذه الخريطة. المشروع الثاني هو جمع قاعدة بيانات واحدة تسلط الضوء على احتياجات شبه جزيرة القرم، ومن ناحية أخرى ترصد المنح المالية في مختلف الدول.